مساء الخير للجميع، انا محمد تم وحييكم من قناتي على اليوتيوب. ان شاء الله الكل يكون بخير وبصحه جيده وكل الحب والاحترام لجميع المشاهدين. هذا الفيديو فيديو مهم كثير يا جماعه، بدنا نحكي فيه عن افضل دوله للمهاجرين، افضل دوله لتقديم اللجوء، او هاي الدوله من الدول الاوائل لتقديم اللجوء، من افضل الدول بيقصدها كثير من المهاجرين واللاجئين. تقريبا صايره مثل حلم كل مهاجر ولاجئ انه يروح عليها ويقدم اللجوء فيها ويكمل حياته ويأمن مستقبل لأولاده. طبعا إذا محتوى القناة بهمك تتمنى تشارك في القناة وتفعل زر الجرس أو تساوي شير للفيديو أو تقدم الدعم للقناة من لايكات وتعليقات. وإذا كان الفيديو إذا شفته مهم وبيقدم معلومات قيمة بالنسبة لك فبتمنى شير للفيديو. طبعا راح نحكي بهذا الفيديو عن بريطانيا أو المملكة المتحدة. قبل ما نخوض بتفاصيل الفيديو، قبل ما ندخل بصلب الموضوع، طبعا راح نحكي بشكل مفصل عن مميزات بريطانيا، ليش العالم عم تختار بريطانيا وما عم تختار دولة تانية. خلوني اذكر ببعض المعلومات السريعة يا جماعة. بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي بعام 2020 خروج رسمي من الاتحاد الاوروبي. قوانين الاتحاد الاوروبي ما بتمشي على بريطانيا. طبعا اذا الاتحاد الاوروبي اجتمع واخذ قانون اتفاقية اي شيء ما بتمشي على بريطانيا. بريطانيا مثل قارة تانية، مثل اسيا، كندا، مثل استراليا. قوانين الاتحاد الاوروبي ما بتمشي. اذا عندك كان عندك بصمه او اي شيء او رفض او اي شيء ثاني فبتروح على بريطانيا، ما في عندك اي مشكله وبتكمل وتقدم لجوء وكل شيء تمام. مشان تكونوا موجودين بصوره ومشان تكونوا درايه بالموضوع ويوصل الفيديو 100% وتفهموا كل المعلومات بهذا الفيديو، بس حبيت اذكر بهي المعلومات السريعه. طبعا من العوامل الرئيسيه اللي تدفع اللاجئين والمهاجرين للهجره الى بريطانيا بدلا من الاتحاد الاوروبي، ليش العالم بتروح الى بريطانيا بدل ما بتروح لدول الاتحاد الاوروبي؟ اولا طبعا العمل. العمل مهم كثير باي دوله، وين ما رحت اذا ما كان في عمل ما فيك تعيش، ما فيك تساوي اي شيء. العمل، العمل يا جماعه في بريطانيا، فرصه العثور على عمل في بريطانيا وخاصه في السوق السوداء، في السوق السوداء يعني عمل غير نظامي، فرصتك في العثور في السوق السوداء على عمل فرصه كبيره كثير، يعني مش سهل جدا تحصل على عمل في بريطانيا بالسوق السوداء. طبعا اذا حكينا على حد الادنى للاجور في بريطانيا، طبعا في قانون جديد صادر من وزاره الماليه مع باتفاق مع الحكومه البريطانيه، طبعا راح يدخل حيز التنفيذ بخصوص الحد الادنى للاجور في بريطانيا. هذا القانون راح يدخل حيز التنفيذ بالشهر الخامس من عام 2022، اي بعد 5 اشهر راح يتم رفع اجور الحد الادنى للاجور في بريطانيا. طبعا قديما كان تقريبا 11 دولار في الساعه، راح يرتفع وراح يصير 13 دولار في الساعه. طبعا هذا القانون بيمشي الاشخاص المؤهلين للحصول على 13 دولار في الساعه الواحده، ساعه واحده عمل تحصل على 13 دولار في بريطانيا، ولكن مو بالسوق السوداء، بالسوق البيضاء، اي عمل نظامي. الاشخاص المؤهلين للحصول على هذا المبلغ اللي عندهم 23 سنه وفما فوق، إذا عمرك كان 23 سنة وفما فوق فأنت مؤهل للحصول على هذا المبلغ مقابل ساعة عمل واحد. أما إذا كان عندك 23 سنة وتحت ففي تسعيرة ثانية لحد الآن للأجور في بريطانيا لهي الفئة العمرية. طبعا من المفترض أن يكون إذا كان عندك 23 سنة وتحت، من المفترض أن تكون في المدرسة أو تتعلم لغة أو في أشياء ثانية الحكومة البريطانية بيساوي لها ترتيبات لهي الفئة من الشباب او فئه من الاشخاص اللي حابين يشتغلوا وعمارهم تحت 23 سنه. اما اذا كان عندك 23 سنه فما فوق فانت من المؤهل ان تحصل على 13 دولار مقابل ساعه واحده عمل. العامل الثاني يا جماعه من العوامل الاساسيه للهجره الى بريطانيا او الميزه الثانيه هي ميزه اللغه. وهي الميزه يا جماعه، هذا العامل انا بهتم فيه اهتمام شخصي. انا من الاشخاص اللي بحب اللغات، بحب اتعلم اللغات بالمناسبه، وبحب راح على اي دوله اتعلم اللغه بسرعه قياسيه. الحمد لله في عندي مخزون منيح من اللغات، بعرف كم لغه، من 5 إلى 6 لغات. وبنصح الاخوات، الاصدقاء، الاشخاص المتابعين اللي عم يشوفوا الفيديو انه يتعلموا اللغه يا جماعه، اتعلموا اللغه، اي لغه ما كانت، اهم شيء تعلموا اللغه. ومن المفترض انك تعرف على درايه، انك تكون على درايه باللغه الانجليزيه، لان لغه العالم اللغة الإنجليزية. بدي أنصح نصيحة أخوية، تعلموا اللغة الإنجليزية، مو شرط أنك تروح على بريطانيا، روح على ألمانيا تعلم اللغة الإنجليزية، مو مشكلة، تحتاجها يوم يومين بكرة سنة سنتين راح تحتاجها.
روح على السويد تعلم اللغة السويدية وتعلم 50% 40% 30% لغة إنجليزية. طبعا شيء إيجابي كتير مفيد لك وراح تحتاجه بالمستقبل القريب. طبعا يا جماعة كل شخص عنده دراية باللغة الإنجليزية، يعني ما في أي شخص ما بيعرف، يعني أصغر واحد أو اللي ما بيعرف أي شيء ومو دارس بيفهم كم كلمة إنجليزية. اللي عنده دراية، اللي عنده بيتقنها، اللي بيتكلمها، اللي عنده مخزون كم كلمة كم جملة. فإذا رحت على بريطانيا وكان عندك كم كلمة كم مخزون كم جملة راح تتطور من نفسك بسرعة قياسية. طبعا هذا الشيء بيعتمد عليك وعلى سرعة تجاوبك مع اللغة. تحتاج اللغة من أي شيء أكثر من أي شيء ثاني، فراح تتعلمها بطريقة من الطرق. طبعا إذا تعلمت اللغة بيكون عندك فرصة العثور على عمل، فرصة كبيرة كتير. ممكن يكون في شركات، ممكن يكون في مصانع، ممكن يكون في أماكن تانية بتدور على أشخاص عندها مهارات باللغة وعندها لغات تانية، فأنت راح تكون عامل ماهر أو شخص جاذب أو شخص عنده مميزات، ففرصة العثور على عمل عندك راح يكون عالية جدا. وطبعا بيساعد كتير اللغة، بتساعد كتير على الاندماج في المجتمع، ويكون في عندك حالة طاقة، حالة إيجابية. بعكس إذا ما كان في عندك لغة وما اندمجت مع المجتمع راح يكون في عندك حالة من الاكتئاب وحالة من التعب، وراح تحس بشغلات سلبية ما راح تقدم إلى الأمام. طبعا اللغة مهمة كتير، فمشان هيك بكرر تعلموا اللغة يا جماعة كنصيحة أخوية. العامل الثالث يا جماعة من عوامل الهجرة إلى أو مميزات الهجرة إلى بريطانيا هو وجود عدد من أفراد العائلة هناك في بريطانيا. طبعا مهم جدا، وفقا لهذه الأرقام وفقا لمنظمات الإغاثة يا جماعة 50% من المهاجرين اللي عم يحاولوا يوصلوا إلى بريطانيا أو المتجهين للمملكة المتحدة عندهم قارب أو صديق أو قريب أو أحد من أفراد العائلة أو أي شخص. على وجه التحديد يا جماعة بدي نوه على شغلة، أنه لم الشمل الأسرة في بريطانيا. إذا كان عندك طفل أقل من 18 سنة موجود في بريطانيا ففيه يسحب ويساوي لم شمل للأسرة، ويسحب الأب والأم والأبناء اللي تحت 18 ويأخذهم كلياتهم إلى بريطانيا. طبعا المساعدات المالية في بريطانيا يا جماعة المقدمة للاجئين تقريبا هي نفسها أو أقل من المساعدات المالية المقدمة للاجئين في الدول الأوروبية، دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا، تقريبا أقل منها. ولكن المهاجرين بفضلوا بريطانيا على هدول الدول. طبعا في عوامل تانية للهجرة إلى بريطانيا وأسباب أخرى للهجرة إلى بريطانيا، بالتحديد الهجرة إلى بريطانيا من فرنسا. ليش حكيت عن فرنسا؟ ليش عم بقول هجرة إلى بريطانيا من فرنسا؟ لأنه فرنسا عندها حدود بحرية مع بريطانيا، رح نحكي عليها بآخر فيديو بطرق الوصول إلى بريطانيا. فرنسا عندها حدود مع بريطانيا. في أشخاص ما بيتلقوا الدعم المالي من الحكومة الفرنسية، أو مشردين ما عندهم بيت ما عندهم أي شيء، ما عم يتلاقوا دعم من الحكومة الفرنسية، فهدول الأشخاص بيعرضوا أنفسهم للخطر وبيعبروا من قناة المانش إلى بريطانيا. ومن الأسباب الهجرة إلى بريطانيا أيضا يا جماعة هن الأشخاص الموجودين بدول أوروبية أخرى، بدول مثل ألمانيا مثل هولندا مثل بلجيكا، وطلبات لجوهم رفضت. إذا قدمت طلب لجوء في بلجيكا ورفض طلب لجوءك، فأنت بتحاول توصل إلى بريطانيا. ليش بتحاول توصل إلى بريطانيا؟ لأن الحياة أفضل في بريطانيا من بلجيكا. والعامل الثاني أنه طلب لجوءك في بلجيكا رفض، ما فيك تقدم طلب لجوء في دولة أوروبية أخرى إذا رفض طلب لجوءك بالدولة الأوروبية الأولى. وهلأ راح نحكي يا جماعة عن طرق الوصول إلى بريطانيا. طبعا طرق الوصول إلى بريطانيا في عنا قسمين. القسم الأول الطرق النظامية للوصول إلى بريطانيا، والقسم الثاني الطرق الغير نظامية أو الغير شرعية للوصول إلى بريطانيا. راح نحكي أولا عن الطرق النظامية للوصول إلى بريطانيا. طبعا من الطرق النظامية للوصول إلى بريطانيا فينا نقول الفيزا، عقد عمل، الزواج، زواج من امرأة مثلا بريطانية أو حامل جنسية بريطانية أو عايشة مدة من الزمن ببريطانيا عن طريق الزواج، الكفالة الخماسية أو الكفالة الكنائسية، الكنيسة تكفلك. عندنا خمس طرق، ويمكن عن طريق الدراسة في طرق تانية مثلا طرق نظامية. الطرق الغير نظامية الغير شرعية
طبعا الطرق النظامية في بدها تواجه صعوبات، طبعا بالتأكيد في صعوبات للحصول على الأوراق مثل الفيزا مثل الكفالات، هاي صعبة صعبة كتير، يعني كتير من الناس بيحاولوا انه يوصلوا عن طريق هاي الطرق ولكن صعب كتير. بالإضافة إلى الطرق اللي ذكرناها الطرق النظامية، هي إعادة التوطين عن طريق برامج إعادة التوطين، ولكن هاي الطريقة كمان فيها شوية صعوبات بسبب الوباء والمشاكل الصحية اللي موجودة حاليا في بريطانيا. إعادة التوطين كانت في 2018 و19 و17، كان في أعداد كثيرة من المواطنين عن طريق برامج إعادة التوطين، ولكن ب 2020 و21 وبظن ب 2022 ما راح يكون في هذاك النشاط اللي موجود اللي كان موجود في السنوات السابقة بسبب الوباء اللي حاليا بريطانيا عم تعاني منه. هلا رح نجي على الطرق الغير نظاميه الغير شرعيه للوصول الى بريطانيا. طبعا الطريق المشهور والطريق الاخطر بنفس الوقت هو العبور الى بريطانيا من كاليه عن طريق قناه المانش، بتروح على كاليه وبعدها تروح من خلال قناه المانش وبتوصل الى بريطانيا، ولكن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، وشفنا بالشهر الماضي بالشهر ال11 كم شخص لقوا حتفهم او غرقوا بقناه المانش اثناء عبورهم الى بريطانيا عبر قناه المانش. خطير جدا يا جماعه، هذا الطريق خطير جدا، وبالنسبه خاصه بالنسبه للاطفال، مو بس بالنسبه للاطفال، لكل للصغار ولكبار ولاي شخص خطير جدا. ومن الطرق الثانيه طريقه الترانزيت يا جماعه، انك تروح على الدوله ومن هذه الدوله بتروح على بريطانيا عن طريق الترانزيت، ولكن صعبه شوي. وكمان في من فرنسا او من اي دول تانية عن طريق الشاحنات، انك تتخبى بالشاحنات، ولكن هذا الطريق كمان محفوف بالمخاطر وطريق خطير جدا. طبعا الطرق الغير نظامية دائما بتكون خطيرة، في خطر على حياتك، وما بنصحك فيها تعرض نفسك او تعرض حياة اطفالك او زوجتك او افراد من عائلتك للخطر. اذا بظن انه حكينا بشكل موسع عن بريطانيا، إذا أي حدا عنده معلومات ما ذكرناها أو بده يضيف شي شغلات أو عايش في بريطانيا أو عنده معلومات مؤكدة عن بريطانيا، فبتمنى تكتبوا في التعليقات مشان كل العالم تستفيد والعالم اللي بدها تهاجر إلى بريطانيا تستفيدوا. أنا ما حبيت أطول بالفيديو، ولكن المعلومات اللي عندي يا جماعة كانت مهمة، كل معلومة أهم من الثانية، فأسف بتطويل الفيديو، ونلقاكم بفيديو ثاني. كان معكم محمد تمو. سلام.